صباح مساء مشاهدينا وعيد فصح مجيد لأخوتنا من الطائفة المسيحية، وكل عام والجميع بألف خير بقرب حلول عيد الفطر السعيد، وربنا تقبل دعائنا في ليلة القدر. نبدأ الحلقة. في أواخر التسعينيات أطلقت الجامعة الأردنية هذا الصرح التعليمي، أطلقت صافرة انطلاق كرة القدم النسوية وسط مخاوف ومخاطر من قبول المجتمع للكرة النسوية، ولكن الفكر العلمي والرياضي اللذين اجتمعا في هذا الصرح التعليمي أظهر وقتها هذه اللعبة للمجتمع بطريقتها الرياضية، فأصبح الأردن رائدا في كرة القدم للسيدات وقدم نجمات ونجمات على مدار أكثر من 20 عاما. فمن منا لا يذكر أول منتخب تواجدت فيه قادة المنتخب أنذاك ألاء الجريني وهنا أبو الروس التي شاركت في منتخب العرب، فهو الجيل الأول الذي جاء بعده جيل النجمات ستيفن النبر وفرح العزب وياسمين خير وميرا زكريا ونسرين المفلح وغيرهم الكثيرين لنصل الآن إلى الحقبة الثالثة. ما ذكر سابقا هو جرس تنبيه بأن الماضي مميز، وما نشهده اليوم من نتائج مخيبة للأمال هو عكس الماضي تماما، فالنتائج الآن في تدهور، والأندية المؤسسة عمان وشباب الأردن هذه رفعت الراية البيضاء وانسحبت من السباق على البطولات، أما المنتخبات الوطنية فهي حائرة بين المدرب الوطني والأجنبي، فأصبحت النتيجة النهائية مكانك سر، بل إن منتخبات كانت خلفنا بكثير والآن تتفوق علينا، وأكبر دليل على ذلك هو المنتخب اللبناني الذي أصبح ينافسنا بقوة ببطولات غرب آسيا وكذلك التصفيات الآسيوية. الكرة النسوية التي حققت الكثير للكرة الأردنية سواء بإحراز بطولات أو باستضافة أحداث عالمية مثل استضافتنا لكأس العالم للشابات وكذلك كأس آسيا للسيدات، نتساءل كيف يجب أن نحافظ عليها؟ ولماذا ظهرنا بهذا المستوى الهزيل بالتصفيات؟ وهل تطورنا مرتبط بالمدرب الأجنبي أم يصلح المحلي لتحقيق الأهداف؟ وبعد مرور عامين على وجود ناشيمينتو المدرب البرتغالي على رأس القيادة الفنية للناشميات، ماذا حققنا وما هو مصير البرتغالي؟ والمرحلة المقبلة ماذا تريد ومن يستطيع تصحيح المسار؟ أسئلة كثيرة في حلقة الليلة، سيكون نقاش موسع إن شاء الله عن الكرة النسوية مع المعنيين. الكابتن استلم الشارة وبسم الله نبدأ. مرحلة من عدم الاتزان تمر بها الكرة النسوية الأردنية جراء الإخفاقات القارية للمنتخب الأول والفئات العمرية، مما يضغط على اللعبة التي سيطرت وتصدرت المشهد في المنطقة لسنوات طويلة، والآن بدأ المشهد يتغير باختلاف المواهب والظروف. المنتخب الأول الذي يقوده البرتغالي ديفيد ناشيمينتو ودع مجددا التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد من دورها الأول، وقبلها ودع التصفيات المؤهلة للنهائيات الآسيوية، ليصبح المدرب البرتغالي تحت النقد متحملا أسبابا كبيرة من الوداع المبكر لمنتخب النشميات بالاستحقاق الرسمي فيما حقق بطولتي العرب وغرب آسيا خلال العامين الماضيين. على صعيد الفئات العمرية كانت المنتخبات الشابة والفئات العمرية تودع أيضا مبكرا من التصفيات الآسيوية وغرب آسيا لتصبح الخطط تحتاج لإعادة تقييم. البطولات المحلية للأندية النسوية شهدت تطورا بعدد المباريات والاحتراف باستقطاب محترفات من مختلف الدول، ولكن البطولات النسوية شهدت ضربة قوية بتجميد ناديي عمان وشباب الأردن للنشاط النسوي وهما مؤسسي اللعبة وأصحاب الأعداد القياسية في الألقاب. أجيال جديدة تمر على الكرة النسوية بحثا عن استعادة البريق الذي تحقق على يد أجيال وصفت بالذهبية أمثال ياسمين خير وستيفن النبر وألاء الجريني وغيرهم، ومدربين قادوا المسيرة نحو القمة في مقدمتهم ماهر أبو هنطش الذي نال أكبر عدد من الألقاب مع المنتخب النسوي.
إذن حديثنا هذه الليلة سيكون عن الكرة النسوية ومشوار المنتخبات الوطنية وكذلك الأندية وتحديدا خروج منتخب النشميات مؤخرا من التصفيات الآسيوية وبخسارة قاسية من أوزبكستان 7-0 وأيضا خسارة مفاجئة من بوتان خسرنا بهدفين مقابل هدف. نقاش موسع مع أصحاب الشأن نأخذ منهم إن شاء الله الإجابات. ورحب بضيفتي بالاستوديو وبلاعبة المنتخب الوطني السابقة والنجمة وعضو الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم وأيضا رئيسة اللجنة النسوية الكابتن ستيفاني النبر. مساء الخير ونورتينا. مساء النور. أهلا وسهلا فيك وعيد فصح مجيد. تسلم كلك زوتين. أهلا وسهلا بك. وأيضا أرحب بضيفتي اللاعبة السابقة والمدربة الوطنية الكابتن انشراح عياصات. مساء الخير كابتن انشراح. أيوة هيك بدنا ابتسامة. بدي ابتسامة يا انشراح. دائما موجودة. ان شاء الله ان شاء الله. طيب ستيفاني ابدا معك. يعني الكل هيك انتم عودتونا هيك من سنة 2005 واحنا عم نشوف المنتخب الوطني السيدات رقم صعب في منطقة غرب آسيا. وبتذكر انه كان كيف بدنا نوصل لأول خمسة في آسيا، يعني بدنا نقارع شرق آسيا. شو بتفسري اللي عم بيصير مؤخرا في المنتخب؟ 7-1 من أوزبكستان و2-1 من مين؟ بوتان؟ ما حدا توقع شيء زي هيك، يعني كل يتفاجأ. يعني ممكن نخسر مع أوزبكستان 2-1 2-0 تكون مثلا سجال المباراة، لكن اللي شاهدناه استسلام، رفعنا الراية البيضاء. مزبوط. أول شيء مهند، يعني في شغلات خلص واضحة للكل وموجودة وإحنا شايفينها. بجوز اللي صار هلأ مع المنتخب بآخر فترة الدروب بالنتائج والمستوى هو بأسباب كثيرة. أولها زي ما بتعرف جوز اللي متابعين كرة القدم من بداية كرة القدم النسوية عرف أنه منحكي من 3 سنين وجر تقريبا في 9 بنات عناصر رئيسية بالمنتخب اعتزلت كرة القدم. هدول العناصر صعب تعوضهم بيوم ليلة. وانت زي ما بتعرف هلا المنتخب اللي كان باوزبكستان منتخب الاعمار الافرج الاعمار كانت 22 23 سنه، عندك 4 لاعبات فقط كانوا من اللاعبات اللي هم من بدايه المنتخب. فانت لما تيجي تحكي احنا في مرحله احلال وتبديل هلا حاليا ب9 لاعبات تركوا ب3 سنين ماضيين راح يجي وقت وراح يهبط مستوى المنتخب، مش عشان اللاعبات الموجودين مش قد هاي المسؤوليه ولا ما راح يقدروا يعوضوا هدول اللاعبات، راح يقدروا يعوضوا بس بدهم وقت بدهم خبرة وبدنا لازم نصبر عليهم نعطيهم وقتهم لأنه جاي جيل عنده موهبة كتير عالية. بس زي ما صبروا الناس على الجيل الأول ما بلشنا وكان عندنا نتائج كنا نقارع فرق زي اليابان والصين نخسر منها نتائج كتير كبيرة، بس هاي المباريات هي اللي خلتنا نوقف على رجلينا ونكون رقم صعب بآسيا ونكون رقم صعب بالوطن العربي. نعم. وهذا اللي بنطلبه من الناس إنها تصبر على هذا الجيل الصاعد بالدروب اللي صار هلا حاليا بالمنتخب. طيب استاذني بالنسبة لكم إنه الحدث أمر طبيعي، يعني الخسارة ب7 أهداف والخسارة مع بوتان بهدفين أمر طبيعي بالنسبة لكم؟ يعني كنتم متوقعين هذه الخسارة ضمن إنه ما عندناش لاعبات خبرة و9 لاعبات زي ما تفضلتي؟ هل كانت ضمن الخطة يعني أوكي برح نلعب بس معناش أمان نتأهل؟ لأنه تصريحات المدرب كانت مختلفة تماما، تحضرنا بشكل كويس وإحنا مستعدين، حتى الكابتن ميساء إجبار تحدثت بنفس النهج فإحنا ماشيين مع المنتخب. لا بصراحة شوف كانت مفاجأة جدا خصوصا مباراة بوتان، حتى مباراة أوزبكستان كنا متوقعين يكون في مجاراة بالمباراة تكون بينه وبينهم مباراة قوية بما أنه كان التحضير لهاي البطولة تحضير جدا رائع. وبنفس الوقت زي ما تحكي 10 أيام قبل ما سافرنا لعبنا مباراتين ودية مع الهند والهند منتخب جدا متقدم بآسيا ولعب مباراة مع أوزبكستان بعد ما لعبنا احنا معاهم. نعم. غلبنا مباراة وتعادلنا مع مباراة ومنتخب الهند منتخب متساوي بنفس مستوى أوزبكستان. اطمننا من هذا المستوى من هاي النتائج وقلنا منتخبنا جاهز. بس زي ما بتعرف في الفترة رحنا فيها وأكيد هي مش سبب لحاله هو السبب اللي صار بهاي النتائج، بس وجود دخلنا احنا رحنا على أوزبكستان البنات كلهم احنا رايحين بشهر رمضان، بتعرف كيف تقوس شهر رمضان، لاعباتنا كانوا صايمين. الاتحاد الأوزبكستاني رفض يقيم المباريات بعد الإفطار، أصر على إقامة المباريات على الساعة 3 الظهر. هذا من الأسباب اللي ممكن أثرت كمان على مستوى منتخبنا بس هي مش السبب الرئيسي. نعم. لأنه بنقدر نحكي نرجع لورا لمباريات الهندية قبلها ب10 أيام، اللي شافوا حضر المباريات شاف مستوى جدا عالي المباريات وكان نتائج وأداء جدا رائع وطمنا من هدول المباريات. فشو الدروب اللي صار بين مباراة الهند وأوزبكستان؟ أكيد في تأثير. أنت بتعرف جزء منها. نعم. كنت لاعب، اللاعب لما بده يلعب مباراة
أول شيء بده يعمله بده يعوض عن الجهد اللي عمله ثاني يوم وقبل بيوم وبعد بيوم، هذا ما كان موجود لأنه اللاعبات كانوا متواجدة أنا كنت معهم موجودة معهم مع اللاعبات فكان يعني. جدا صعب حتى البرنامج كثير صعب كان يصحوا بكير بعدين عندك السحور بعدين عندك المباراة على 3 الظهر فكان البرنامج جدا صعب على اللاعبات وأنا بقول لك يعني أنا كنت موجود هناك اللاعبات عملوا أقصى مجهودهم شهر رمضان شهر يعني هو شهر له طقوسه وما حد بيقدر يجي يحكي أو يفرض على اللاعبات لا بدكم تفطروا ما بدكم تصوموا فمشينا حسب إيش اللاعبات بدهم وللأسف هاي هي طيب. كانت النتائج خليني أخذ أنا كمان رأي لاعبة زميلتك نعم. الكابتن انشراح حياصات كابتن أكيد تابعتي مباريات المنتخب وشاهدتي يعني سواء كانوا في المعسكرات أثناء التحضير ولعبنا مباريات ودية وكان المستوى مطمئن والمباريات المؤخرة بماذا تفسري هذه الخسارة ما تعودنا على المنتخب أوزبكستان إحنا فزنا عليها وأظن على ما أعتقد كابتن ستيفاني جابت هدف 4-0 بدي أعرض لكم الجوال راح أعرض لكم الجوال راح أذكركم شو الأردن أتفضل يا انشراح أسمع رأيك يعني شوف اللي أنت مبدئياً كل سنة وأنت سالمين إن شاء الله وأنت سالمة يا رب ثاني شيء أكيد يعني لما نعمل تغطية زي هيك معناته الكل متألم ومهتم وعارف بنات الأردن والمنتخب النسوي إيش بيقدر يقدم وإيش كان يقدم هلا يعني اسمح لي اقول لك اني انا بدي اكون صوت البنات لاني انا ما بعدتش عنهم من فتره الا قليله انا من فتره قليله اعتزلت المنتخب ورفعت تليفون حكيت لهم انا ما بقدر استمر بالتمارين مضطره اني ادور على شيء ثابت شغل ثابت دخل ثابت لانه مسؤوليات الحياه بتختلف طب انشراح معلش بدي اوقفك لما انا بدي اداوم انشراح قديش عمرك هلا معلش طولت العمر ان شاء الله بعدك شباب قديش عمرك 31 31 تعتبري هذا سن اعتزال بالنسبة للاعبة كرة قدم ولا بإمكانك تعطي المزيد؟ لما أنت بدك تغطي لا أنا بقدر أعطي أنا مستمرة بدور المحترفات أنا بحكي كمنتخب منتخب التزاماته أكثر سفر التزام تمرينين باليوم حتى يعني جسديا بدك تكون مهيئ حالك للحمل التدريب اللي أنت بدك تاخده بنهاية يومك صباحي ومسائي نعم. بالأندية مختلف شوي الموضوع لأنه حجزات يومين بالأسبوع 3 أيام بالأسبوع ساعة ونص التمرين الحمل منطقي لأنه أصلاً التجمع بيكون من شهر لشهر ونص نعم. بس لما إحنا كلاعبات منتخب بدها تداوم على دوامها أو جامعتها 9 ساعات إذا كان عندها امتحانات وتخلص وتروح تقدم تمرينها بالحمل التدريبي العالي وبالفترة طبعاً فترة الدوام 9 ساعات يمكن تأكل ويمكن ما تأكل وإذا أكلت الوجبة بتكون مش صحية كيف بدها تروح تأدي التمرين والحمل التدريبي بشكل كثير وكفاءة كثير عالية بالفترة الماضية اللي لعبنا فيها تصفيات آسيا سافرنا أوزبكستان بأوزبكستان كنا كثير نسمع حكي إنه إيش مالكم ليه مش مصحصحين طب إحنا السفر التعب فرق الوقت كله أثر فينا إحنا لعبنا أول جيم وتاني جيم مع بنغلاديش وصلنا إيران وإحنا لسه للشوط الثاني لو وقفنا استوعبنا إنه إحنا بأوزبكستان وإنه جسمنا شويها صح صح مش قادرين نشيل حالنا ونركض بالملعب هاي شغلات يعني خلينا نحكي الخلفية اللي الناس ما بتكون معنا فيها ما بتتغطى تعبنا أكلنا المرض اللي منعيشه هناك إذا ما كنا مواظبين على موضوع البصل وناخذ الشغلات الثانية اللي تساعدنا إنه ما نتعرض لأمراض هناك نعم. وما في أكل يعني رمضان وسحور وبصومه وأصلا وجبات ما في يعني مش متخيل أنت العذاب اللي ممكن البنات مرقوا فيه بهاي الفترة بفترة سفرة أوزبكستان وتجمعهم كان قبل بفترة لعبوا جيمات مع الهند وبالإضافة أنه في تغيب أصلاً بالمنتخب وكان في إصابة بالملعب بداخل الملعب طيب ستيفاني أنا راح أرجع لك بموضوع الإحلال والتبديل موجود بكل منتخب وأكيد يعني جيل بيسلم جيل تاني بس عناصر الخبرة بتضلها موجودة بس قبل ما أنتقل لك بهذا السؤال بدنا نستذكر أنا وياك مع المشاهدين لقطات من مباراة الأردن وأوزبكستان في التصفيات الآسيوية عام 2013 على ما أعتقد كانت مزبوط. صحيح؟ يعني نحكي عن 9 سنوات يا ستيفاني 9 سنوات الأردن كيف كان وانتهت بفوز النشميات 4 أهداف دون مقابل والله يا النشميات مش قليلات ستيفاني أنت شفتي الجوال ما أجملهم كيف ضغطنا على أوزبكستان الآن بعد 9 سنوات الأردن وين؟ أوزبكستان وين؟ أنا راقبت أوزبكستان رقم 15 رقم 7 رقم 10 هدول ما شاء الله صح أوكي بيننا وبين الدول الثانية اللي عم تتطور مسؤولية التطوير موجود أنت عضو رئيسة لجنة نسوية مزبوط
ومسؤولة عن تطوير الكرة النسوية، بدي أسمع منك يعني. هلأ شوف مهند، إحنا من 3 سنوات إحنا على دراية، الاتحاد على دراية بالوضع الموجود وبمرحلة هاي الإحلال والتبديل. بلشنا نبلش نشتغل على الفئات العمرية الصغيرة بداية بمراكز الواعدات، ونبلش بالدوريات الموجودة. لأن أنا بتذكر بجزء بالبدايات ما كان فيه غير دوري الفريق الأول، دوري كان ممتاز اسمه، ما كان عندنا دوري فئات عمرية. حاليا هلأ عندنا إحنا قبل فترة عملنا دوري مدارس بكل محافظات الأردن، مشارك فيها ألوفات البنات. استحدثنا هاي السنة دوري تحت 14 سنة، دوري 16، دوري تحت 19، وفريق أول. فأنت عندك هلأ الآن 4 فئات عمرية بشارك فيها، فاللاعب من ما يكون عمره 10-11 سنة راح تبلش بمنافسات الدوري، تلعب مباريات أكثر، تتمرن بأعمارها لتطلع تدريجيا للفريق الأول. هذا البرنامج اللي احنا عملناه أو الاستراتيجية اللي عملناها عشان ما نوصل نرجع نعمل نوصل بنوقع بكمان مشكلة يصير عندنا، هذا نحكي الفراغ بين لما إذا لاعبات فريق أول دم يتركوا ما في حدا وراهم جاهز يستلم على طول وراهم. خلينا أوقفك هون. طيب عملية الإحلال والتبديل بالعادة بتكون باتزان، بمعنى أنا عندي في تصفيات وبدي أتأهل وبدي ألعب مع أوزبكستان، وبالتأكيد أنتم مراقبين الفرق والمنتخبات اللي راح نلعب معها، حتى بوتان تجرأت علينا ما بدي أحكي أوزبكستان، لكن ألم يكن بالإمكان الإبقاء على بعض اللاعبات في بعض المراكز الحساسة؟ يعني بنحكي إحنا في عمود فقري، ما أنا بدي أحكي معك حكي لعيبة يعني عندك حارس مرمى، مدافع، خلينا نحكي آية المجالي، وبدك بالنص حدا يمسك الميزان بخبرة، البقية أوكي يكونوا من اللي بعدهم خبرتهم عم بتزيد، وفي عندنا كمان نساء إجبارة، بس بدك حدا في نص الملعب كمان يكون ماسك هالعمود الفقري الموجود بالفريق. ما بعرف، بدي أترك الموضوع أو أسمع منك إنه كيف عم بتشوفوا الفريق هذا، كان قادر على المنافسة، قادر على زيمة أوزباكستان، هل الموضوع فني، هل كان بالإمكان تدارك مثل يعني اللعب أمام أوزباكستان بطريقة أمام بوتان بطريقة أخرى؟ يعني الموضوع فني ولا موضوع لاعبات وخبرة؟ هلا شوف، يعني ما بنقدر نحكي، يعني ما بنقدر نحمل المسؤوليه لشخص واحد او للاعبات او لمدرب او لاي شيء، لانه هم هذا نفس المدرب اللي اخذ بطوله عربيه ونفس اللاعبات اللي اخذوا البطوله العربيه. بس اذا بتيجي بتقارن بين البطوله العربيه الفريق اللي كان والفريق اللي هلا موجود، انت في عندك اقل شيء 5 لاعبات اساسيات اعمدوا الفريق تركوا المنتخب. مين عندك؟ شاهناز ما كانت موجودة، لونا المصري، انشراح، حياصات، هدول كلهم لاعبات أحمد بالفريق. هلا في عندك لونا المصري اعتزلت، شاهناز اعتزلت، شاهناز كان عندها إصابة طلعت على السعودية، فكان في هلا بهالفترة ما التزمت مع المنتخب، فكان في أسباب كتير، في لاعبات رئيسية ما التزموا هلا حاليا مع المنتخب، وهدول عمروا فرق كتير كبير، وإنك تيجي تعوض هدول اللاعبات بيوم وليلة إشي كتير صعب، راح يحتاج وقت وراح يحتاج خبرة ورح يحتاج مباريات ورح يحتاج احتكاك مع فرق كتير قوية عشان هدول اللعبات ياخدوا خبرة وعشان يوصلوا بعد سنة وسنتين يكونوا قادرين يرجع منتخبنا المنتخب اللي متعودين عليه ونتائج المتعودين عليها. نعم. طب أنا مستمر بالكلام معكم كل الحلقة، بس مقسمين هيك شوي محاور. بدي أحكي عن المحور الفني، مدرب ناشمنتو، وإحنا بدنا نشوف المدرب المحلي افضل ولا المدرب الاجنبي؟ نحترم كل المدربين. كابتن شراح، كابتن ستيفاني، ابقوا معي. اذا مستمرين معكم مشاهدينا، لكن فاصل قصير ولا نعود لاستكمال هذا الحوار الشيق، تفضلوا البقاء معنا. أهلا بكم الجزء الثاني من حلقة الكابتن. طبعا ما شاهدتوه هو تسلسل المدربين على المنتخبات أو منتخب السيدات في الكرة النسوية. الآن راح نتحدث عن نواحي فنية تخص المنتخب الأول للسيدات، تحديدا الجهاز الفني ومستقبله مع الناشمات. مستمر ما راح مستمر في رضا عن أدائه من تاريخ ما استلم المهمة مع منتخب الناشمات. دعونا نتابع مسيرة ناشمنتو معنا ثم نعود لاستكمال الحوار.
إذا أعود إليك ستيفاني، نحكي عن حقبة ناشيمنتو الحالية، أخذ بطولتين كأس العرب وغرب آسيا، وكان محطوط له أيضا هدفين، التأهل نهائيات آسيا وأيضا للأولمبياد، وما بدي أحكي في إخفاق في تحقيق الهدفين. شو مصير ناشيمنتو؟ كيف تقييمكم لمرحلة ناشيمنتو الآن؟ هل هو مدربنا؟ هل يعني هو المدرب الذي يستحق أن يكون يقود؟ مع احترامنا إحنا نقدر جميع المدربين سواء منتخب الرجال أو السيدات، لكن هذه سنة الحياة، مدرب بيجي يا أما بنجح بيكمل يا أما، وإضافة أنه الجميع يعلم أنه لم يدرب أي منتخب نسوي قبل منتخب الأردن. مظبوط. أول شيء مهند، يعني بالفترة اللي كان فيها المدرب ناشيمنتو كان في زي ما أنت حكيت كان في إنجازات وكان في نحكي خيبات أمل. التصفيات اللي ما تأهلنا عليها للأسف، طلعنا لعبنا ضد إيران ما تأهلنا ضربات جزاء. التصفيات الأولمبية حكينا فيها فترة يعني مطولا بالحلقة، في إخفاقات وفي إنجازات بهذا المدرب. هلا أقول لك إيش اللي المستقبل تاعه، هو عقده منتهي بنهاية هاي السنة والكادر اللي معاه. إحنا بنعرف إحنا كالاتحاد ما بمسك بطولة بعاير فيها مدرب، إحنا بنمشي الفترة كلها اللي كان موجود فيها المدرب، بكون في تقرير سنوي رح يتقدم من المدرب، رح يكون في اجتماع مجلس إدارة ونشوف كيف الوضع كان معاه بالفترة كان موجود فيها. نهاية عقده نهاية السنة، وبهذيك الفترة رح يبين ايش رح يكون. انا اعلم شخصيا انه دائما الاتحاد كرة القدم يحترم عقوده مع المدربين، لكن ما هي الاستحقاقات القادمة للكرة النسوية من هون لنهاية عقد ناشيمنتو؟ هلا هاي السنة الإشي الواضح يعني شبه واضح هو احتمال وجود بطولة كأس العرب بشهر 11. بالفترة من هلا لحديت شهر 11 رح يكون في عندنا الدوريات النسوية، هم الدوريات الأربعة اللي حكيت لك عنهم. طيب بدي أسأل انشراح وأرجع لك. كابتن انشراح، ناشيمنتو هل خسارتنا بتحمليها باللاعبات الموجودات حاليا؟ انسيلي من التسعة اللي اعتزلتوا أنت منهم، نتحدث بالقائمات اللاعبات الموجودات حاليا، هل كان باستطاعتهم تقديم أداء أفضل ونتيجة أفضل مما تم تقديمه خلال التصفيات الآسيوية برأيك؟ يعني الموضوع فني، كان بالإمكان قراءة المباراة بشكل أفضل؟ هلا الموضوع أكيد فيه ناحية فنية، احنا يعني عادة المدرب هو دائما بيكون بوجه الموضوع فهو بتحمل كافة المسؤولية، مع انه في عوامل ثانية. معلش اسمعي، دائما يعني حتى لما المدرب دائما بياخذ راتب عالي، فاحنا بدنا نكسى عليه شوي اللاعبين نيجي عليه شوي. على فكرة انا هاي النقطة كنت بحكي عنها، هاي النقطة اللي انا فعليا كنت بحكي عنها مهند، بانه المدرب ياخذ مبلغ كتير عالي، لو يشيلوا من قيمة المدرب المبلغ تبعه ويغطوا البنات رح البنات يلتزموا بالتمارين اكثر ويقدروا يعطوا بالتمارين اكثر. هلا من ناحية فنية احنا كلاعبات هلا صار في عندنا كوادر كلاعبات مدربات كتير عالية، يعني دائما الاتحاد ببعث لنا اذا كان في دورات كان في اشياء، حتى بالتجارب السابقة انا في تجربة من تجاربي بعد ما اخذت دورة الاي الاتحاد رحب باني اكون مساعد مدرب مع الفئات العمرية تحت 17، معناته احنا هم بيآمنوا بالمدرب المحلي وبدهم انه يكون المدرب المحلي هو اللي موجود. وبالعكس قبل فترة كان الكادر محلي اللي مع ديفيد، معناته بدنا نرجع للاساس. كابتن انشراح، ممكن يكون كابتن انشراح ما عنده انا بدي احط مع المنتخب. طيب كابتن انشراح، انا بدي احط حالي محل الاتحاد، انا بدي اللاعبات يكون سيستم لعبهم مثل السيستم الياباني، او بدي اياهم مثل السيستم البرتغالي، او بدي اياهم مثل السيستم الاسترالي، بدي اروح على الناس المتطورين او المدارس المتطوره في الكره النسويه، يعني بدنا نشوف لعبكم يكون اسرع على الارض على سبيل المثال، فبنتجه لليابان لانه هم متفوقين في الكره النسويه، فجبنا مدرب ياباني، رحنا جبنا وجربنا مدرب ياباني، بعرف زبط ما زبط هذا موضوع ثاني. هل يلام الاتحاد على هذه التجربه؟ احنا جبنا مدرب ياباني بس احنا ما جبنا، لا طبعا ما باللام، هو من باب التطوير التعزيز. صدق انه كل مدرب دخل بمسيره الكره القدم النسويه ترك بصمه. يعني انا لما اخذت دوره البي والاي ما تغلبت، ما حسيت ان انا عم باخذ شيء من عالم ثاني، لان كلهم طبقته بالميدان من خبره المدربين السابقين سواء كان ياباني امريكي هولندي من المدربين السابقين. بس بتصير انت جبت مدرب ياباني، جبت مدرب برتغالي، بس انت ما جبت بنات ياباني، ما جبت بنات البرتغال، فانه بصفي الكواليتي بالحقبة اللي سوري بالتمرين اللي عم بياخدوه. إيش التمرين اللي عم بياخدوه؟ عم بيقدروا يعطوا 100%؟ المدرب كنظرة فنية مكتفي بهذا الإشي اللي صار؟
بعدين لا تنسى انه هو لعب بالبطوله بالتشكيله لما صار في عنده اصابه لبنت، قلب كل الفريق راسا على عقب. بعدين بدي اعقب بس على موضوع لبنان اللي انت حكيت عنه، عن موضوع الفئات العمريه اللي هلا بلش عم بيطلع، وصرنا احنا ندور انه اقرب دوله عربيه كنا ننافسها ما كان في، كنا نطلع برا. نعم. هلا صرنا نفكر كيف ننافس لبنان، بس لبنان بذكرني ببداياتنا احنا بالمنتخب لما كنا نتعلم كيف نلعب باس نركض بالكره بالمنتخب. كنا نلعب بشغف اكثر، مع انه يكون الموضوع انا علي التزامات، طب كيف بدي اغطي التزاماتي اخر الشهر، كيف بدي اغطي جامعتي. طيب. زمان كان همنا كلنا بس نلعب طابه، هذا اللي بصير مع لبنان. طيب. حاليا ستيفاني عم تحكي كلام مهم وينطبق على الرجال على فكره، يعني انا كنت موظف بنك وبلعب. صح. مش محترف انا. صح. لكن رحت احترفت في البحرين سنه ونص، وراتبي علقوه بدون راتب في شغلي في البنك. ولما رجعت كنت اخذ لي 4000 او 5000 دولار بالشهر، رجعت على 600 دينار على البنك، مش ظابطه. فهون بلشت افكر في الاعتزال، لانه وصلت لسن اللي بتحكي عنه كابتن انشراح، ال 31 سنه، انا في مفترق حياه، بدي امسك بطيخه مش قادر امسكها من النص العصاي، يا بدي اروح لعب باحتراف وبدي يكون دخلي اقتات منه بشكل ممتاز، يا بدي اروح لشغلي الحق حالي في هذا العمر. انت لاعبه وبتفهمي هاي الحيثيات، وانشراح حكت هذا الموضوع. أول شيء اللي حكته انشراح 100% مهند، احنا كنا شايفين هذا الشيء، وعشان ما نخسر هدول اللاعبات ونحاول نعطيهم نبلش معاهم بطريقه انه لا احنا بدنا اياكم ضلكم تلعب كره قدم لاطول فتره ممكنه. اللي هو قبل 4 سنوات قمنا دوري المحترفات لاول مره، وصار في عنا عقود للاعبات، وصار في عنا رواتب للاعبات، وصار في احتراف، نقدر نحكي احتراف جزئي مش احتراف كامل، بس الما فيها احنا لحد ما انا اعتزلت واحنا ما كناش ناخذ رواتب الانديه، كنا نلعب يعني احنا كنا ندفع مش ناخذ، كنا نحب خلص بدنا نلعب كره قدم. بس هلا ما بتقدر تمشي بهذا الموضوع، بدك اللاعبات يطولوا لاكثر عمر ممكن، بدك تامنهم برواتب، بدك تعطيهم بدل تعبهم، بدك تامنهم بشيء يقولوا لك انا لا ما بدي اكمل لعب لانه عم باخذ شيء بالمقابل. بس اذا ما في رواتب اكيد زي ما حكت انجرى توصل مرحله بنت تقول لك انا هلا. طب هل تكفي الرواتب اللي انتم طرحتوها ولا هي مجرد بدايه؟ لا ما بتكفي، بس هي كثير احسن مما ايش كان قبل، وهي بدايه ان شاء الله لقدام لسه رح نحاول كمان نطور كمان من هذا الموضوع. عم نشوف انت احترفتي ولعبتي بدوري ابطال اوروبا، وعم نشوف اي المجال، وعم نشوف حتى مدربات. كابتن منار فريج موجوده باهلي اتحاد جده. صح. باهلي جده، وعم نشوف ما شاء الله لاعب آية المجالي كمان. صح. عم تلعب لعبت في اوروبا وهلا بتلعب بالسعوديه. ميساء جباره بفرنسا، يعني ما شاء الله عليكم. صح. العين علينا. صح. سواء للتطوير او انهم يستعينوا بلاعباتنا يعني. لكن برضه بنحكي، وصلتني رساله من احد المدربين انه برضه الصيام ما كانش سبب، انه هو احد الاسباب لكن برضه مش سبب نتعكز عليه انه لخساره. لا مزبوط، انا قلت لك مهند، قلت لك الصيام من الاسباب بس هو مش السبب الرئيسي، وانا قلت لك ايش السبب الرئيسي، ما بنقدر نيجي نحكي نرمي كل شيء على الصيام، اكيد لا، لانه لو كان في صيام ما بنخسر هاي الخساره الكبيره. كان سبب من الاسباب، بس قلت لك انا بالفتره الماضيه شو الشغلات الرئيسيه نحكي، يعني اللي ضل لحديت قبل أوزبكستان خلص بلش. نعم. يبين هذا نحكي. طيب. الفراغ الموجود. طيب تحدثنا عن عقد ناشمنتو انه باخر السنه. نعم. وانه ربما كاس العرب بشهر 11. طب من هون لنهايه السنه ما راح يتم انهاء عقد ناشمنتو؟ هل هو مستمر معنا؟ بصراحة ما في لسه أي قرار. بعد تقييمكم للتصفيات الأولمبية لسه ما في أي قرار، هلا رح يتقدم في تقرير. رح أقدم تقرير كامل شامل عن كل الفترة الماضية شو صار معنا بالتصفيات، رح يكون في اجتماع معاه مع مجلس الإدارة، وبعدين رح نتناقش في هذا الموضوع. يعني ممكن يكمل أو ممكن إنهاء عقد؟ كل إشي ممكن. طيب ماذا عن المدرب الوطني؟ هل عندكم ثقة بالمدرب الوطني، خاصة زي ما تفضلت انشراح عندنا تهيئة من لاعبات سابقات يكونوا مدربين، وفي عندنا مدربين حققوا إنجازات، مثلا بعطيك أمثلة أنا استعرضناهم قبل بداية الفقرة، كابتن ماهر أبو هنطاش، منار فريج موجودة عندنا، ربما يكونوا أقرب للاعبات وبيفهموا سيستم الأردني الموجودين، لأنه في أشياء نفسية وأشياء قد تحتاج إلى مدرب يكون متعايش معهم، عارف يعني يقدر يصرخ عليهم شوي، اركضوا ها بشحن بشحذ الهمم. يعني شوف مهند، بجوز الفترة الماضية كلها الاتحاد كان عم بيستعين بالخبرات الخارجية، لأنه ما كان عندنا مدربين محليين
مختصين بكرة قدم النسوية. بجوز أكثر واحد بقدر أحكي لك كان ماهر أبو هنطش، لأنه بلش معنا من بدايتنا وصار عنده هاي الخبرة. هلا الآن صار عندنا بجوز. طب ليش ما رحتوا معه؟ مع الكابتن ماهر؟ ليش ما كملتوا معه؟ كابتن ماهر هلا بحكي لك، كابتن ماهر رجع هلا، رجعناه مع تحت ال 20 سنة، استلم هلا منتخب تحت 20 سنة، عندك أسيل بربرة وكادر كامل أردني مع تحت 17 سنة، تحت 20 كله كادر أردني، حتى مع المدرب نشمته كانت منار فريج لولا ما طلعت على السعودية. ال 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 الرؤية تاعتنا بالعكس، احنا بدنا لقدام كوادر أردني تستلم، لأن هم زي ما حكيت هم الأقرب، بس عبال ما نوصل هاي المرحلة كنا عم نجيب خبرات من الخارج عشان يعطوا. احنا لمين جايبين؟ مش عشان بس للنتائج جايبين، عشان يعطوا خبره لمدربينا ومدرباتنا اللي هم بدهم يستلموا ان شاء الله بالمستقبل. طيب انشراح، هل انت مع تجديد لناشمنتو ام انهاء عقده والبحث على بديل الفوري للتصحيح المسار؟ لا تستحيش. لا اكيد، يعني بدنا اكيد بدنا نصحح المسار يعني. لا لا انا مع تصحيح المسار طبعا، وعادي يعني زي ما كان في مشمنتو كان في غيره كثير. طب شو عم بتفضلي، المدرسة المحلية ولا مدرب أجنبي بالفترة الحالية بعد ما تحدثت كابتن ستيفاني عن الرؤية المستقبلية؟ في نقطة صحيح، في نقطة هلا انحكت انذكرت وأنا سبحان الله كانت في بالي إنها فعليا هذا اللي عم بصير، بأنه هم لما يستعينوا بالخبرات الخارجية هي مش بس لتطوير البنات اللاعبات، هي حتى لتطوير الكوادر. يعني ممكن أنا عندي فلسفة وفكر، ممكن أخذ الفلسفة والفكر تبع ديفيد وأضيف عليه وأزيد عليه بس بأسلوب الأردني اللي أنت حكيت أنه هو أقرب للبنات، بأنه أنا مثلا معاشرتهم بعرف نفسياتهم، ممكن كنت بيوم الأيام مكانهم فأنا بقدر هذا الإشي، أو إذا حدا شعر بإشي فأنا أقرب لإله، أو اللهجة قريبة عدان من باب التحفيز زي ما أنت حكيت. فلا أنا مع طبعا المدرب المحلي والمدرب المحلية طبعا، بس كنت بدي أذكر شغلة بأنه بفترة اللي أنت عرضتها فترة أوزبكستان، الفيديو اللي عرضته بفترة أوزبكستان اللي قبل 9 سنين، قبل ما ندخل هاي المرحلة إجا علينا الاتحاد حكالنا في إلكم راتب ثابت قيمته هالقد بس، فانتعشتوا يعني مثلا إحنا بناخد على التمرين فانتعشتوا يا انشراح. بالضبط، هي هاي كانت الحقبة الوحيدة، هي كانت هاي الفترة الوحيدة اللي بصير فيها هذا الموضوع، وبعديها تمنينا لو أنه يضل، بس أكيد رح يكون في يعني صعوبة مالية، لأنه إحنا مثلا نلتزم 5 أشهر، طب وال6 أشهر الثانية إيش؟ 7 أشهر. تمام تمام. بس هي كانت فعليا يعني والله كلامك انشراح وكلام ستيفاني، يعني هو بدي أعكسه على منتخب الرجال، ترى نفس المشاكل إذا بدنا نحكيها هي موجودة منتخب السيدات، هي موجودة منتخب الرجال، لكن إحنا عم تحولنا للاحتراف بس في نواقص بدنا ندعمها علشان كمان نريح اللاعب، لأنه هو موهوب. أنا بحكي مثلا منتخب الأردن سيدات، هم هال 30 لاعبة من أصل 11 مليون عدد سكان الأردن، فهال 30 لاعب ندير بالنا عليهم، وهال 30 لاعب أو ال 50 لاعب ندير بالنا عليهم، لأنه هدول موهبة تالنت زي كان خلقت معه. مستمر بالكلام معكم، بدنا نتحدث عن الموسم الكروي والأجندة ومدى انعكاس على تطوير الكرة النسوية. فاصل قصير ونتابع الحوار، تفضلوا البقاء معنا. أهلا وسهلا بكم فيكم من جديد، الحديث متواصل عن الكرة النسوية. الآن نتحدث عن محور آخر، محور الأجندة والبطولات الخاصة بالكرة النسوية. دعونا نتابع ثم نعود. إذا نتحدث الآن عن الأجندة والموسم الكروي، يعني بطولات متعددة خلال الموسم للكرة النسوية، سواء الأول أو الفئات العمرية، بعدد الأندية الموجودة حاليا، وراح هذا يكون له محور لحال أحكي معك فيه في هذه الفقرة. ولكن هل الأجندة تخدم قوة المنافسات وأيضا إفراز لاعبات قادرات على تمثيل المنتخبات الوطنية، سواء الناشئات؟ لأنه دائما إحنا بنحكي مقولة جد، هي
دوري قوي بيعطيك بسهل على ناشيمنتو ولا ماهر بهنطش ولا اللاعبات انه هو المدرب انا مش دوري اطور لاعب صح، لا انا بدي اخذ لاعب جاهز اعطيه تكنيكال مزبوط، اعمل لي الخطه الفلانيه وامشي فيها زي كلها منتخبات، هاي الايديال كيس صح. بس احنا بدنا نحكي هل تخدم الموسم الكروي البطولات تخدم تطوير اللعبه؟ هلا اكيد مهند زي ما بتعرف انت اللاعب اذا ما لعب مباريات ما راح يتطور، قد ما تمرن هي المباراه اللي بده ياخذ فيها قرارات، اللي بده يغلط ويصلح غلطه، فهون بتطور اللاعب. احنا عم نحاول يكون عندنا كل لاعب يكون اقل ما فيها لعبت لها 15 ل 20 مباراه بالموسم، لما نبلش من دوري تحت 14 تبلش البنت عمرها 12 13 سنه تلعب منافسات وتحتك وتلعب على ملعب كبير وتطلع عندك دوري 16 ودوري 19 وفريق اول، عم تحكي على موسم طويل. نرجع على 4 سنين لورا كان عندنا الموسم 6 اسابيع، هلا عندك الموسم عم بيمتد لخمس ست وسبعة اشهر. بس مش قليل 15 مباراه، 15 اذا على مستوى الرجال هلا عم بيرفعوه ليوصل في اواخر الثلاثينات بدايه الاربعينات صح. هلا احنا قبل لو ترجع لورا كان كنا نلعب 6 7 مباريات، عم نحاول هلا السنه الماضيه لترجع لورا كان عندنا 12 مباراه، هاي هذا الموسم عم نزيد ل 15، كل موسم عم نحاول نزيد المباريات بالقدر المستطاع بطريقه نلعب بطريقه الدوري كيف راح تكون، وبنفس الوقت عندك الفئات العمريه تقريبا كل بنت بالفئات العمريه بتلعب تلعب دوريين، يعني بنت ال14 عم تقدر تلعب 14 16 بنت اللي بتلعب بتحت 16 عم تلعب دوري 16 وال19 في بنات 19 بصفي عم تلعب دوريها ودوري الفريق الاول، فتقريبا كل بنت عم تلعب دوريين بالموسم، وموسم عم تبدا عم تحكي من شهر 5 لنهايه السنه، فبوجود منافسات مباريات اكثر احتكاك اكثر هون بصير في عندك التطوير. لما يجي مدرب منتخب راح يختار من 100 بنت بدل ما يختار بس من عنده 25 بنت. طيب كابتن سيفني بدي اسالك قبل ما انتقل لانشراح سؤال ربما يكون حساس لكن هو احنا ملاحظينه وكل متابع الكره النسويه ملاحظه، هو انه موضوع ناديي شباب الاردن وعمان لم يحل بعد بعودتهم للكره النسويه وهم كانوا ليدرز وبالاخص نادي عمان وانت كنت قائد لنادي شباب الاردن، فجاه حرروا اللاعبات ما في، وشفنا احنا يعني بطل في قوه زي اول صح. اللي كانت موجوده، شو عم بتفكروا بالناديين؟ يعني هلا شوف بجوز شباب الاردن لما ترك وراه لحقوا نادي عمان، بجوز اكيد كره قدم نسويه خسرت هدول الناديين، الانديه اللي كانت اعمده وانديه اللي بلشت كره قدم نسويه وخسرتهم كانت خساره لكل الكره النسويه. بجوز كانت صعوبه الامور الماديه هي اكبر المصاعب اللي عم تمر على الانديه، دائما الامور الماديه اول شيء بفكر فيه النادي، الرجال ولا سيدات لا بلغ السيدات، فشغلات احنا عم نواجهها كلاعبات كانديه في الاوضاع الماليه صعبه جدا، كان على الاتحاد ان كان على الانديه، وبيجي قرار لانه أندية زي نادي عمان ونادي شباب الاردن ما بتدخل الدوري بس عشان تلعب وتنافس، عم تشارك بالدوري بدها بطولات، اللي بده بطوله بده يصرف، وصرف اظن اخر فتره من نادي عمان بمشاركته بطولة الاسيويه واحرازه لبطوله الاسيويه اتوقع صرف مبالغ هائله على على الانديه، وصل لمرحله برضه الاتحاد قسى عليه فتره يعني بشويه قيود على موضوع تسجيل اللاعبات فاضطر يحرر اللاعبات الموجودين عنده اللي تعب عليهم يعني لا صار. هو ما صار في مشكله على القيود، هذا موضوع هو صار في يعني هي صار في احتراف، فصار هو عاده قبل كان اللاعبه بتسجل بالنادي وبضلت طول عمرها بالنادي، فاحنا لما عملنا الاحتراف وصلنا مرحله لما يصير لاعب عمرها 18 سنه بتقرر وين تروح، لا اجبرنا حتى بالنسوي عشان تعب الانديه بدل اتعاب الانديه، جبرنا اللاعب بس توصل 18 لازم توقع بالحد الادنى من الرواتب مع ناديها لثلاث مواسم، فحاولنا نسهل الامور بنفس الوقت ما بتقدر تجبر بنت تضلها طول عمرها بنفس النادي، كمان انت بدك احتراف بدك اللاعبات تتوزعوا بدك اللاعبه هي تختار ناديها بدك النادي هو يروح يشوف الانديه، كان قبل بين شباب اردن ونادي عمان هم اللاعبات المنتخب هم المباريات بس الموجوده، باقي المباريات خلال الدوري كانت تكون مباريات بنتائج كثير كبيره. لما نرجع للموسم الماضي الدوري ضلوا لاخر مرحله مش مبين كان بين ثلاث فرق، فالدوري الموسم الماضي وهذا الموسم والجاي بتوزيع اللاعبات على الانديه عم بكون المنافسه شوي اكبر، بس هذا ما بيعني اكيد انه احنا ما خسرنا نادي شباب نادي عمان. طيب اروح لانشراح، طولت عليك انشراح حقك علي. لا قاعده بشو رايي. طيب اجنده البطولات الان ما تقييمك لها كمدربه وهل بتخدم الكره النسويه وانت مدربه بالتالي في عندك كمان وجهه نظر؟ على موضوع سوري الدوري تبع الفئات؟ لا بنحكي على الموسم الكروي الاجنده كامله الخاصه في الكره النسويه. هل يعني بتخدم؟ شوف كل سنه عم بصير في لمسه جديده.
كل سنة عم بصير في لمسة جديدة في موضوع تطوير كرة القدم النسوية، وكل لمسة بدها وقت. يعني زي ما حكينا بموضوع الفوج اللي طلع والفوج اللي دخل هلا بده وقت، نفس الشيء كذلك الأمر بموضوع تطوير كرة القدم النسوية. زمان كنا نستهدف البنات اللي منحس إنها منيحة من سوري من الواعدات، من مؤسسة خطوات، من مدرستي، من خلال أنشطة، ومن خلال أصلا نشوفهم عفوا بالشارع بيلعبوا، نيجي نستقطبهم إنهم يلعبوا كرة قدم. ونلاقي برضو نواجه مشكلة مع الأهالي. هلا صار الموضوع مختلف، هلا صار وين في فئات، الناس تسألني وين بقدر أحط بنتي تلعب بالفئات العمرية. موضوع الفئات العمرية زي ما تفضلت وحكيته بأنه البنت اللي ب14 تلعب 16 و14، تلعب هديك بتلعب أكثر من جيم، وهذا أصلاً إشي يعني إضافة كتير رائعة إحنا ما عمرنا شفناها قبل. كنا نحجز ملعب ونتمرن عشان نقدر لسه نطلع الطاقة اللي جوانا. هلأ إحنا بنصير يعني بعين الثاقب زي ما بيحكوها، نستكشف إنه هاي البنت منيحة بتطلع فوق، هاي البنت ممكن بدها شغل زيادة أشتغل عليها عشان نزيد من القاعدة العالية. مثلاً نصير ندعم البنات أكثر، بصير في تعزيز بعدين بخطط تانية، بس إن نعمل إحنا 4 فئات بدوري هذا إشي كتير رائع. لسه السنة الجاية إن شاء الله بتكون في أفكار تانية أحلى بموضوع برضو الفئات العمرية، ممكن يعمل لهم بدل دور واحد للفئة العمرية يصير دورين ذهاب وإياب، فتلعب أكثر من جيم. طيب. بس برضو حجوزات الملاعب وتوفير الإمكانيات المادية برضو كلها بتلعب دور. طيب ستيفاني، برضو بدي أرجع لسؤالي عن موضوع شباب الأردن أو عمان، راح يكون في جهود لإرجاع شباب الأردن وعمان ولا خلاص الموضوع منتهي ويرجع إلى الناديين إلى رؤيتهم بالعودة أم من عدمها؟ عم تبذل جهد ولا ما في جهد ولا موضوع تركينه للناديين؟ هلا شوف، بالعكس احنا الباب دائما مفتوح لكل الانديه، وبنتمنى رجوع كل الانديه النسويه اللي لغت انشطتها النسويه، لانه وجود انديه بتحب وبتدعم كره القدم النسويه راح تعيد، راح تعمل نتائج وراح تساعد قد ما بنقدر بتطوير اللاعبات. بالعكس الباب مفتوح لجميع الانديه، حتى في هلا انديه كبيره عم بدها مهتمه ب بدء نشاط كرة قدم النسوية بالأردن، وهذا شغلة لقدام إن شاء الله رح نسمع فيها أخبار حلوة. ففي أندية بالعكس عم بتفرجي في يعني رد أفعال حلوة بالنسبة لكرة قدم النسوية، ودائما بالعكس يا ريت يكون في عنا نوصل 20 نادي بالنسوي. بالعكس كل ما زادت الأندية كل ما رح نساعد كلياتنا أكثر لتطوير هاي. بدي أترك لك كلمة أخيرة ستيفاني، في النهاية كرة النسوية ما حدث وما تطلعاتكم في القادم؟ هاي الناس أكيد بسمعوك الآن وكل عام والجميع بألف خير. طمنينا، هل الكرة النسوية رح تمشي إن شاء الله بخطوات تصحيح عشان نرجع للنتائج اللي شفناها مع أوزبكستان؟ بدنا نفوز على أوزبكستان، بدنا نفوز على اليابان، ما بدنا نضلنا لأنه وصلنا مراحل عالية المستوى. أول إشي بالعكس أكيد لازم لما يصير معاك هيك النتائج أو يصير نحكي مفاجأة أو إشي مش متوقع لازم نعيد النظر بكتير أمور. إحنا صرنا لكمة، لكمة مرات اللكمات مرتبين مناح. فمن 3 سنوات إحنا بلشنا بزي ما بحكي لك بتطوير بالفئات العمرية، وصلنا لليوم عنا 4 فئات عمرية، وإحنا مستمرين استراتيجية 4 سنوات قادمة بتطوير الدوريات، زيادة عدد المباريات. منتخبات النسوية قاعدة عم تتجمع 2 سنين قبل أي استحقاق لإلهم. كوادر الآن المحلية عم بتزيد، عم بشوف في كوادر عندها خبرة أكتر، عم نرتب الأمور لهذا المنتخب الموجود هلأ حاليا بالفترة الجاي كلياته ياخد الخبرة اللازمة، يحتاج في المباريات اللي احنا بنحتاجها. وبالعكس لازم نلعب مباريات قويه، ولازم ما نخاف نلعب مع منتخبات عشان النتائج، لانه على وقتنا النتائج هاي الكبيره، والمنتخبات اللي لعبنا معها وخسرنا معها نتائج كثير كبيره هي اللي خلتنا نوصل للي وصلنا له. أكيد. فبس بدنا نصبر على هدول اللاعبات وان شاء الله المستقبل قدامهم. كابتن شراح، كلمه اخيره باقل من دقيقه، شو بتحكي عن الكره النسويه؟ هل ماشيه ان شاء الله على الطريق الصحيح؟ لا، بشوف لكل خسارة فوز إن شاء الله. كان لازم نخسر عشان نصحى ونرجع نرتب الأمور من أول وجديد، والبنات نفسهم يدركوا بأنه الكف اللي أكلوه أو الألم اللي شعروا فيه يرجعوا يصحصحوا ورتبوا أمورهم من أول وجديد. بس تأكد بأنه على 31 أو على 61 أنا مع البنات قلبا وقالبا. نعم كابتن شراح ياسات، كنت ضيفي معنا عبر الكابتن، شكرا جزيلا لك وخليكي على الابتسامة دائما. وكابتن ستيفن النبر، عضو الهيئة التنفيذية في اتحاد كرة القدم ورئيسة اللجنة النسوية ونجمة اللي جابت بول في أوزبكستان، نورتينا. تسلم، كلك زي، شكرا.
إذا بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم في الأسبوع المقبل وكل عام والجميع بألف خير، دمتم بعافية الله.